أعزائي من منطقة كاترين في المنطقة الشمالية، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن ملكوت يسوع المسيح. هذه الكلمة التي تذكر مراراً كثيرة في الكتاب المقدس عن ملكوت المسيح، والمنطقة مناسبة جداً. اكتشفوا مجمع في هذا المكان، ومكتوب عن يسوع المسيح أنه كان يطوف كل قرى الجليل، يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. فماذا تعني هذه الكلمة؟ ماذا تعني كلمة ملكوت الله أو ملكوت المسيح؟ لماذا جاء المسيح ليكرز في هذا الموضوع؟ سوف أتحدث مزيدا عن هذا الموضوع. أنا بصلي أن هذه الحلقة تكون بركة لحياتك. أعزائي، إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار، رقم الهاتف أو الإيميل موجود على الشاشة، يمكنك أن تتصل بنا. سأعود بعد قليل. مشاهدينا، تابعونا لنتعرف على حياة يسوع المسيح الفريدة من خلال زيارتنا للمواقع الكتابية التاريخية. سنكتشف معا الجوانب الرائعة في حياة وتعليم يسوع، كما سنستمع لشهادات أناس تغيرت حياتهم بقوة تأثيره. تابعونا في حلقات المسيح الفريد. أعزائي من مجمع كاترين في المنطقة الشمالية من الجليل، أريد أن أتحدث في هذه الحلقة عن ملكوت يسوع المسيح. المكان مناسب جدا. هذه المنطقة أو كاترين كانت واحدة من المدن التسعة في أيام يسوع المسيح، وبيتكلم الكتاب عن يسوع أنه كان يطوف كل قرى الجليل، يكرز بمجامعهم ويبشر بملكوت الله. كان يعلم ويكرز ببشارة ملكوت الله. عزيزي، هذه جوهر رسالة يسوع المسيح. جاء ليعلم عن الملكوت الجديد، ملكوت يسوع المسيح، ملكوت السماوات، أو كما يسميه الكتاب المقدس ملكوت الله. بالنسبة لليهود كانوا يتوقعوا هذا الشيء من نبوات العهد القديم. تنبأ النبي دانيال مثلا عن ملكوت الله، أن الله سيقيم مملكة لا تنقرض إلى الأبد وسوف تثبت إلى الأبد. وعندما بشر الملاك جبرائيل القديسة مريم العذراء، تكلم عن المسيح أو يسوع الذي سيولد أنه من نسل داود، وأن الله سيثبت كرسيه ومملكته إلى الأبد. فهذا المغزى في صفحات الكتاب المقدس، ولسيما في العهد القديم، كان مفهوم لليهود في أيام المسيح. لكن كيف فهموا اليهود فكرة الملكوت؟ في الواقع في إنجيل لوقا الإصحاح 17، جاءوا الفريسيون وسألوا يسوع متى أو كيف سوف يأتي هذا الملكوت. فهم يسوع أفكارهم وأجاب وقال: إن ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، إنك تتوقع في شيء معين، ولا يقولون لك هنا أو هناك. لكن تكلم بعبارة التي أثارت دهشتهم، لكنه قال: إن ملكوت الله هو في داخلكم، أي في وسطكم. أن المسيح الذي جاء يكرز ببشارة الملكوت هو عنوان هذه البشارة. بالنسبة لليهود هذا التعليم كان جديد وكان مدهش. كانوا يعلمون من خلال نبوات العهد القديم أن الله سيجعل مملكة بر ومملكة سلام، وأنه عندما يأتي المسيح سوف يحكم الأرض بالعدل والسلام والبر. ولكن ماذا يقصد المسيح؟ أن ملكوت الله في داخلكم، أي ليس هنا، لا يتحدث عن شيء محسوس أو ملموس أو بمراقبة معينة،
لأنه تذكروا معي أن اليهود كانوا محكومون تحت سيطرة الرومان أنذاك، كانوا مستعمرين ومحطمين بالقيود والعبودية، فكانوا يتوقعون مجيء المسيح، كانوا يتوقعون أن المسيح الذي سوف يأتي يطيح بالإمبراطورية الرومانية وسوف يثبت كرسيه ويجلس في أورشليم ويحكم كل الأرض. بالواقع في منطقة ليست بعيدة عن هذا المكان، في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس نعرف أن يسوع أشبع 5000 رجل، أشبع الآلاف. وعندما رأوا أن المسيح له القدرة المعجزية قادر على إشباع الآلاف كما فعل موسى في القديم، أرسل لهم المن، وأن المسيح يشبع الآلاف، فقالوا إن الملك في وسطنا. فيقول كتاب أنهم أرادوا أن يخطفوا يسوع ويتوجوه ملكا، لكن المسيح انعزل عنهم، لأنها هذه لم تكن الفكرة في تلك الوقت أن المسيح يملك، لكن علم بوضوح أنه كيف يملك. عندما تحدث مع معلم اليهود نيقوديموس قال له: الحق أقول لك، إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت السماوات. فهذا الملكوت يبتدئ عندما يأتي المسيح إلى حياتك ويولد في قلبك وفي حياتك ثانية، نسميها الولادة من فوق أو الولادة الجديدة، أي تتغير حياتك. عندها ينطبق المثل قائلا: إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. فهذه طبيعة الملكوت، وأشخاص الملكوت يستمتعون بالطبيعة الجديدة والخليقة الجديدة التي تتناسب وتتمشى بحسب تعليم ومبادئ هذا الملكوت. أريد أن أواصل حديثي، لكن بشجعك أنك تبقى معي في هذه الحلقة، ويمكن هذا الموضوع يثير سؤال معين. خلال حلقة رح يكون رقم الهاتف والإيميل، أنا بشجعك أنك تتصل أو تكتب. سأعود بعد قليل. صح أنا مؤمن وصح بروح الكنيسة، لكن هذا ما بيعنيش أني ما بمرقش في ضيقات. صح بمرق في ضيقات، وضيقات صعبة مرات، لكن بقدر أعرف أن الرب عم بقودني وبسدد كل عاوز وكل احتياج في الضيقة هاي. أنا بآمن أنه ملكوت السماوات موجود معنا، اللي هو أنه نكون ماشيين مع ربنا، نكون في قرب لربنا، كتير قريبين منه، نكون عندنا علاقة شخصية معاه. أنا بفكر أنه هذا ملكوت السماوات، وإحنا دائما بنصلي أنه مشيئته تتحقق في حياتنا. أعزائي من منطقة بيت شان، أريد أن أواصل حديثي في هذه الحلقة عن ملكوت المسيح أو ملكوت الله. المنطقة مناسبة لأنه بيت شان كانت تعتبر واحدة من المدن الرئيسية الرسمية في أيام المسيح، كانت تسمى إحدى المدن العشر أو مدن الديكابوليس، مدن رومانية داخل البلاد، كانت طبعا هنا في داخل الأراضي المقدسة، والتسع مدن أخرى موجودين في الأردن أو عبر الأردن. ملكوت الله ملكوت ليس مادي أو محسوس أو ملموس بعين مرئية، أو كما قال المسيح لا يأتي بمراقبة هنا أو هناك، لكن شيء أهم شيء أعظم، هو ملكوت روحي لا يخضع لحدود مادية، لا يخضع للزمن أو المكان. بالواقع حتى التلاميذ بعد قيامة المسيح وقبل صعوده إلى السماء سألوا هذا السؤال: يا رب متى ترد الملك إلى إسرائيل؟ أجاب يسوع وقال: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. واضح أن توقعاتهم ما زالت توقعات مادية، أي أن المسيح هو الذي يملك من أورشليم على كل أنحاء الأرض، لكن المسيح هنا صحح المفاهيم أن ملكوته من هذه اللحظة ابتداء لا تقتصر في المكان أو الزمان،
غير محدودة في أماكن جغرافية فقط هذه المناطق، وليس تقتصر لغة أو على شعب معين، لكن هذا الملكوت للجميع. وكلمة ملكوت كلمة كتير جميلة، هي بتعني باسيليا في اللغة اليونانية، بتعني السلطة أو الرتبة الملكية العالية، لكن هي سلطة النعمة وسيادة محبة الله على الناس. هذه الفكرة من الملكوت. هذا الملكوت لا نحصل عليه بالسياسة أو بالقوة العسكرية. بالواقع قال يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون، يحاربون، يقاومون، لكن مملكتي مملكة روحية غير مادية، هو عمل عميق بقوة الروح القدس في داخل الإنسان وفي كيانه. طبعا في جانبان لملكوت الله. الجانب الحاضر عندما قال المسيح للفريسيين: إن كنت أخرج الشياطين بإصبع الله فأقبل عليكم ملكوت الله، أي أن ملكوت الله موجود في وسطهم في داخلهم، يرى قوة وجلال وحضور الله، أي إحداث التغيير في الحياة. أما المعنى الثاني لهذا الملكوت بيتحدث عن ملكوت المستقبل. يقول عن نفسه: متى جاء ابن الإنسان مع قديسيه في ملكوته، أي في مجيئه الثاني ليثبت مملكته كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هذا الملكوت أو التمليك أو المملكة يبتدئ بتتويج المسيح مخلصا وربا على حياتك، عندها تصبح من ضمن رعايا الملكوت وتكون في المسيح. الله يساعدك حتى تستمر بقوة في هذه الحياة. عزيزي ابقى معي، سأواصل حديثي عن هذا الموضوع بعد قليل. أشجعك أن المسيح آت عن قريب ليثبت مملكته إلى الأبد. انتظر، اصبر، تشدد وتشجع، الرب يكون معك. الرب يسوع علمنا وقال في الصلوات، الصلاة الربانية، علمنا نقول: ليأتي ملكوتك ولتكن مشيئتك. ليأتي ملكوتك بالنسبة لي شخصياً بتعني يا رب خلي مشيئتك وملكك يسود على كل فكرة، على كل موضوع في حياتي، على بيتي، على سيارتي، على مرتي، على عائلتي، على أهلي، عايز ملكك وبس هو اللي يسود. لما ينولد المسيح في القلوب هو عملياً بداية الملكوت وبداية امتداد الملكوت. فباللحظة اللي الناس تعرف المسيح وتعرف عمل المسيح الكفاري، عملياً ملكوت الله يمتد، وهذا الامتداد طبعاً عن طريق البشارة والكرازة إلى كل أنحاء العالم. أعزائي من منطقة بيت شان، أواصل حديثي عن ملكوت المسيح. الموضوع هام جداً، ولا سيما ملكوت المسيح ابتدأ من خلال كرازته ووعظه. كان لب وعظ المسيح: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. وبالواقع أي شخص كان يخلص بقوة المسيح كان يطلب منه أن يذهب لكي يخبر ويتكلم عن هذا الملكوت. والمناطق الشهيرة اللي كانت في أيام المسيح هي القرى والمدن في الجليل، وأيضا المدن العشر، الديكابوليس من هذا المكان، والمدن الأخرى عبر الأردن. في أحد الأيام عندما أخرج الشياطين من مجنون كرة الجدريين قال له: أتبعك. قال له: بل اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك. وبالفعل ابتدأ مباشرة يكرز بالمدن العشر لأنها كانت تزدحم بالسكان في تلك الأيام. واضح أن هذه كانت مدينة عظيمة. أنا موجود في الكارديا اللي هو لب أو قلب المدينة، عبارة عن أعمدة كل الوقت حتى تصل إلى أسفل التل القديم اللي كانت أصلاً بيت شان موجودة عليها، ثم تتجه يميناً إلى أسفل إلى غور الأردن وتستمر المنطقة. اكتشفوا في هذا المكان معابد كثيرة، واكتشفوا حمامات رومانية، واكتشفوا
مناطق الأجورا أو الفورم، السوق العام اللي كان الناس تأتي لتشتري وتتبضع، ومكان الحوارات والجدالات والاجتماعات أيضا. في هذا المكان يوجد أيضا ثياتر اللي كان عبارة عن مسرح يصع لآلاف الناس اللي كانوا يشاهدوا إما الفن أو المسرح، وبعد فترة زمنية أصبحت لمصارعة العمالقة والأسود عندما كانوا يستشهدون المسيحيين. التل من خلفي كانت بيت شان القديمة، بجانب هذا المكان جبل جلبوع قتل شاول الملك مع أولاده الثلاثة، ومكتوب صلبوهن أو علقوهم على بوابة بيت شان، هذه التل القديمة اللي كانت في أيام شاول الملك. هذه المنطقة كانت حافلة أيام المسيح لأنها كانت مدينة رومانية، وهون منتعلم أنه لما كان بيكرزوا بملكوت الله في ديناميكية، قوة محركة لهذا الملكوت. يسوع قال العمي يبصرون، الموتى يقومون، العرج يمشون، البرص يطهرون، المساكين يبشرون، وهكذا بيتكلم عن كل أنواع الشفاءات، وأيضا الأرواح الشريرة تخرج. هذه هي الديناميكية، القوة المحركة لهذا الملكوت. عندما أرسل تلاميذه السبعين مع الاثني عشر أن يكرزوا، قال اذهبوا اشفوا مرضى، طهروا برصا، وقولوا أقبل عليكم ملكوت الله. فقوة هذا الملكوت بقوة التفعيل والتشغيل، أن في قوة كانت تغير تجدد الحياة والكيان، وكانت تشفي كل ضعف وكل مرض، أو كما يقول الكتاب عن يسوع أنه كان يطوف في كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز بملكوت الله، ببشارة ملكوت الله، وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب. فإذا بالحال لما بيكرز ببشارة الملكوت في ديناميكية، في قوة معينة اللي تحدث التغيير، اللي بتشفي المرض، بتخرج الأرواح الشريرة، اللي بترد البصر والبصيرة، اللي بتساعد الإنسان حتى يتجدد بالكامل وتساعده نفسا وجسدا وروحا. أعزائي، هذا هو الديناميكية، أن تجدد الحياة والكيان. كيف ندخل هذا الملكوت؟ بكل بساطة قال المسيح لنيقوديموس، الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن تدخل ملكوت الله. عن طريق الولادة من فوق، الولادة الروحية، الولادة الجديدة كما نسميها، أي أن تتوج المسيح مخلص ورب على حياتك. ثم قال المسيح تحديا، إن لم يزد بركم على الكتبة والفرسين لا تقدروا أن تدخلوا ملكوت السموات. مين ممكن يكون كامل؟ من أجل هذا محتاجين عمل تجديد، قوة الروح القدس. ونستمر في هذا الموضوع، لأن المسيح قال اطلبوا ملكوت الله وبره أولا. فإذا الله يدعونا إنه نتجدد، إنه نسير في هذا الملكوت، ونستمر نتكلم عن بشارة الملكوت. عزيزي، سأواصل حديثي بعد قليل. وقت ما كنت مسلم كان المسيح عبارة عن نبي عمل معجزات مثله مثل أي نبي، ومحمد كان أرقى وأعظم وأعلى منه، يعني كان إنسان عادي. هذا كان يسوع بالنسبة لي والمعظم المسلمين. صدقني كانت من أول ما كان عمري تقريبا 6 سنوات وأصبت بصدمة غير طبيعية ما بيني وبين المسلمين، لأن في مرحلة الدراسة الأولى أعطونا درس أمهات المؤمنين زوجات محمد. فالذي أعرف أن الإنسان ضروري ما المسلم مسموح له يتزوج بأربع، فجيت أسأل أبي وأقول له يعني كيف إذا كان الله أرسل القرآن عن طريق محمد، محمد أول من يتبع القرآن، يعني كيف أثق في إنسان الله قال له تزوج بأربع هو تزوج بأكثر من 12 زوجة؟ فأبي ما حصل شرد، فحط سكين في النار وحعلمها على إيدي، وما زالت إلى الآن. وأنا عمري 6 سنوات، فكان صدمة كبيرة جدا بالنسبة إلي. طبعا قبل 3 سنوات و6 أشهر صليت الليل كامل تقريبا 3 أو 4 ساعات، ف
فشفت رب العزة في منامي وهو قاعد على كرسي مجده، فكنت ببكي. فبيقول لي ليش بتبكي؟ من حبك أنا. قلت له من أنت؟ قال ارفع راسك، أنت اسمك سامويل، أنت الآن سميتك أنا سامويل، أنت ابني، ما حد يقدر يضرك ولا أحد يقدر. قلت له من أنت؟ قال أنا يسوع. إلى الآن ما عرفت إيش. قلت له طيب من يعني إلى الآن وينك من قبل؟ قال لو ما كنت مريت بالمراحل الصعبة هذه ما كنت عرفتني، والآن أنت عندي. عرفته الوجه عبارة عن نور، ما قدرش أميز، بس الأيدي والأرجل شفت الثقوب فيه، في رجله وفي إيده. نعم، فثقوب ما شفت فيلم المسيح قبل. أوكي، بعد ما شفته فيلم المسيح قلت هللويا. أنا صحيت من النوم وأنا كلي أمل، خاصة على مشاكل كثيرة. طبعا واحد شخص ساعدته عمل صور ورسلها لأهلي، حصلت مشاكل كبيرة. ففكرت كيف الرب يسوع إله محبة، وأنا أضعت كل شيء، يعني أهلي قاطعوني بدهم يقتلوني، أصدقائي، عملي، شغلي، كل شيء ضاع. بس فعلا عندما قال الرب يسوع من فقد أهله وماله وأصدقائه من أجلي عوضته خير، وفعلا حصلت أعظم أسرة مسيحية، حصلت أصدقاء، حصلت إخوة. والآن يمكن في نظر العالم أنا فقدت الأشياء حول العالم، بس في نظر الرب يسوع، رب يسوع داخلي. أشكر الرب يسوع. والآن انتهيت، عملت كتاب اسمه الإيمان بين المسيحية والإسلام، وبإذن المسيح بعد شهر بيكون جاهز للغة العربية والسويدية والإنجليزية. فهذا هو الرب يسوع وكيف أثر في حياتي. أعزائي من بيت شان، أريد أن أواصل حديث عن ملكوت المسيح. قلنا كيف ندخل الملكوت؟ هو الولادة من فوق، أن نطلب ملكوت الله، أن يزيد برنا على الكتبة والفرسين. فواضح أنه مش ممكن أي إنسان يقدر بقوته الذاتية إلا ما يطلب عمل المسيح في حياته بقوة الروح القدس فيجدد الحياة والكيان. وبالواقع عندما تحدث المسيح مع الناس ينبغي، قال، أن ندخل ملكوت مثل الأطفال. هو الذي قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات. عندما تؤمن بالمسيح فأنت تدخل وتصبح واحد من رعايا هذا الملكوت الجديد اللي فيه كل امتيازاته وكل بركاته، أيضا مسؤولياته أن نخدم وأن نكرز بهذا الملكوت. الملكوت اللي بنتحدث عنه أحبائي له أخلاقيات عظيمة جدا، بل مبادئ وأساسيات قوية جدا لا تستطيع تنفيذها أو تطبيقها إلا إن ولدت من فوق بقوة الروح القدس. مثلا عظة المسيح على الجبل بيتكلم عن مبادئ الملكوت لرعاية الملكوت الجديد. من يستطيع أن يحب الأعداء؟ من يستطيع أن يغفر؟ من يستطيع أن يعمل أعمال الله إلا إذا آمنت بالمسيح ودخلت هذا الملكوت، تعيش أخلاقيات هذا الملكوت. بالختام أريد أن أقول إن اتباع المسيح أيضا في تكلفة لهذا الملكوت. في واحد من التلاميذ قال ليسوع أتبعك أينما تمضي، قال يسوع له للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. ثم قال هذه العبارة: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات. في ثمن. كثير ناس بسبب إيمانها بالمسيح تضطهد وتتألم وتواجه أشد الصعوبات، لأنه بتعيش الحياة الجديدة في الملكوت الجديد في مملكة المسيح على الأرض. لكن أشجعك أن المسيح آت عن قريب ليثبت مملكته إلى الأبد. انتظر، اصبر، تشدد وتشجع، الرب يكون معك. إذا عندك أي سؤال، محتاج لأي مساعدة روحية، رقم الهاتف موجود أمامك والإيميل. عزيزي بصلي من كل قلبي أن هذه الحلقة لمست حياتك وغيرتك وأعطت مفهوم جديد،
إنه ملكوت المسيح مش بالسيف ولا بالعنف ولا بالجهاد ولا بالمقاومة ولا قوة سياسية ولا عسكرية، بل بفتوحات الحب، غزوات الحب في القلب تغير الحياة والكيان. إلى اللقاء، والرب يباركك. في الحلقة القادمة من المسيح الفريد سنتحدث عن معجزات المسيح، هل لديك سؤال أو تعليق على حلقة اليوم؟ هل تريد الحصول على المزيد من المعلومات عن الحقائق التي شاهدتها؟ أو تريد الحصول على DVD لهذه الحلقة؟ لا تتردد في الاتصال بنا على noor@lfan.com، كما يمكنك الاتصال تليفونياً على أو من داخل مصر أو من شمال أمريكا أو على العنوان